السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي رياضيات للصف الثالث الابتدائي، عندي صفحة 112 و113 اختبار الفصل السادس. أولا أحوط الشكل الذي يحتوي زاوية قائمة. طبعا هذا المثلث ماكو، هذا طبعا المربع وهذا المثلث وهذا الشكل، يعني فقط الدائرة والمثلث هذه ما بي زاوية قائمة. ثانيا أحدد إذا كان الزاوية قائمة أو أقل من الزاوية القائمة أو أكبر. هنا أقول أقل من القائمة، هنا أكبر من الزاوية القائمة، هنا زاوية قائمة وهنا أقل من الزاوية القائمة. هنا عندنا 6، استعمل قطع النماذج. عندنا كم مثلث؟ 4 مثلثات، لازم 4 مثلثات ومربع، هاي 1 2 3 4، 4 مثلثات وهذا المربع. أوصل بين النقاط الحمراء المتجاورة ثم أكتب اسم الشكل الناتج. وصلنا، هذا مثلث، نكتب هنا مثلث، وهذا مستطيل وهذا مربع. هنا أجد محيط الشكل، هذه كم مربع؟ 3 زائد 3 زائد، هذين 3 زائد 4، 1 2 3 4 زائد 3، 1 2 3 زائد 1 2 3 4، طلعت لنا 7 و7 14، وحدة مربعة. هذا عندنا 3 مربعات زائد 3 زائد 3 زائد 3 يطلع لنا 12 وحدة مربعة. هذا عندنا شقد؟ 1 2 3 زائد 1 2 مربعين، وزائد 3 زائد 2 يطلع لنا 10، 3 و2 5 و5 10، هذه 10 وحدات. 113 أجد مساحة الشكل. هنا عندنا الشكل رقم 8، قصدي رقم 13، 8 وحدات مربعة، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مربعات، هذه 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 وحدات مربعة. هنا حسبناهن 6 مربعات زائد 2 ذني يطلع لنا 8 مربعات. هنا شقد عددهن؟ 6 زائد 6 يطلع لنا 12 وحدة مكعبة. هذه شقد؟ 10 زائد 10 زائد 8 زائد 4 يطلع لنا 32. وهنا كون حيدر النمط الهندسي، رسم الأشكال، هذه ترسمونهن نفس الشيء، هذين المكعبات.